المشهد المفزع في مصر، فتاة تتعرض للتحرش، والنهاية ربما تكون سالمة، وقد تكون أيضا مصيرا مظلما. انتوا ما قدرتوش تدونا حقوقنا، احنا هنعرف ناخدها منكم وبيننا وبينكم الايام. أصبحت المرأة في مرمى نيران التحرش الذي أصبح بدوره ظاهرة مجتمعية بعد أن كان يوما حوادث فردية. فضحية التحرش هنا فتاة منقبة تسير بمفردها. حد يمسكوا الراجل ده، عمال يتحرش بيا كل سكة. ما جيتش جنبك يا أما جنونة، بص منظرك أصلا. أما هنا فالضحية لم تكن بمفردها بل محاطة بالمئات في مسيرة كان من اللافت أن عنوانها لا للتحرش. دخلوا علينا كلنا واحنا واقفين في اللمه، زنقوا على الولاد ودخلوا بينهم، مسكوا كل واحد مسك واحده وخدها على جنب. الخطر يحيط بالمراه طالما خرجت من بيتها. في تلك الكلمات القليله اتحدت اصوات نساء تعرضن للتحرش في اماكن شتى. طب انت راكب عربيه سيدات ليه؟ هو ليه راكب؟ يا تعشق ايه ده، انت مش حر. بالتحرش الجماعي اللي احنا عارفين ان هو ممنهج والقصد منه ان يتم منع النساء من النزول والمشاركه. بدت الكلمات في محلها بعد استخدام التحرش كسلاح سياسي ضد النساء من مختلف الاعمار خاصه الناشطات. ففي دائره ضيقه كتلك حوصرت متظاهره وعاشت دقائق من الرعب. لم تجد شرطيا ينجدها، لكنها وجدت داخلها شجاعه الظهور على التلفاز وسرد ما تعرضت له. اللي بيحصل كان انه بيبقى فيه شد وجذب من جميع الـ الـ الاشخاص اللي موجودين جوه، من كل طرف يعني جزء من جسمي، وناس بتحاول تقلعني هدومي وناس بتحاول تقطعها بالمطاوي، وفي اللي بيقول انه بيحميني بس هو في الحقيقه ايده جوه بنطلوني. لم يكن من السهل توقع ان الميادين التي خرجت منها هتافات اسقاط مبارك خرجت منها لاحقا صرخات ضحايا التحرش مصريات واجنبيات. هذه مراسلة صحفية أجنبية رصدت بدموعها ما حدث. وهذه أخرى جرى ما حدث معها على الهواء مباشرة. التحرش في مصر يتسبب الآن في 13% من الجرائم، ارتفاعا من 6% قبل أعوام قليلة. وتتعرض ما بين 60 و85% من نساء مصر له قولا أو فعلا، وهي نسبة وضعت مصر في المرتبة الثانية عالميا بعد أفغانستان. وفي غياب نص قانوني واضح يجرم التحرش، بقي أمل الفتيات والنساء قاصرا على جهود النشطاء. من تكرار العمليات دي اتشكلت مجموعة اسمها قوة ضد التحرش، هدفهم يتدخلوا وينقذوا البنت يودوها مكان آمن أو مستشفى ويقدموا لها دعم نفسي وطبي وقانوني. البطالة هي السبب وراء التحرش في نظر البعض، وتراجع الدور الأسري والتعليمي والأمني أيضا أسباب في رأي آخرين، لكن المؤكد أن المرأة تخسر يوميا، والخاسر الأكبر هو مجتمع كثيرا ما ردد أن المرأة هي نصفه. المرأة المصرية ما بتفقدش حريتها، المرأة المصرية بتجيب للمجتمع حريته.